السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد هوب. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، أتمنى منكم الآن فضلا ونسأل أمرا توقيف الفيديو وضغط على زر اللايك تشجيعا لي لنشر المزيد من الفيديوهات مستقبلا. طبعا أعزائي المشاهدين، في هذا العدد سنتكلم عن تصريح أرزون فينجر الذي صرح تصريح ناري عن المنتخب الجزائري في الآونة الأخيرة وتطوره، خاصة بعد مباراة بوتسوانا. طبعا اعزائي المشاهدين، حقق المنتخب الوطني الجزائري فوز مهم يعني على بوتسوانا بهدف دون مقابل سجله اللاعب نادي الاهلي السعودي المتالق يوسف بليلي. وطبعا لا اريد ان اتطرق لبعض تفاصيل الهدف لان اعتقد ان الجميع يعرف هذه الاشياء. طبعا حققت كتيبه الناخب الوطني جمال برمضي يعني الانتصار الثاني على التوالي في تصفيات كاس امم افريقيا بعد الفوز على زامبيا في الجوله الاولى بنتيجه 5 أهداف دون مقابل. وطبعا في إطلالة خفيفة عن مباراة الجزائر وبوتسوانا، يعني قناة أرامسي سبورت تكلم فيها أرسن فينجر عن الفوز الجديد للخضر. صراحة أعزائي المشاهدين، أود أن أوضح نقطة. كنقول لكم أرسن فينجر يعني هذا الشخص وهذا الذي كان مدرب سابق وهو على يخدم يعمل في قناة بين سبورت كمحلل رياضي، كنقول لكم أرسن فينجر يعني فايت صاحب الكوستيمات بملايين سنوات الضوئية من التحليل والفقه في كرة القدم. يعني غير باش نوضح لكم أمور، قال: لم أتابع مباراة المنتخب الجزائري لكن ما أمتلكه قلته سابقا وأقوله دائما. أعتقد أن الجزائر أكبر من اللاعب في إفريقيا لأنها تمتلك المنتخب يلعب بطريقة أوروبية. يعني صراحة لا كلام، نو كومنت. يعني كي يقول أرسن فينجر الذي يفقه في كرة القدم ماشي كي يصحاب الكوستيمات التي دائما ما تنتقد المنتخب الجزائري، يعني ما عندكش كاش تنتقد. أرسن فينجر الذي يفقه في كرة القدم قال أن المنتخب الجزائري يعني لازم يلعب مع المنتخبات الأوروبية ماشي مستوى إفريقيا. يعني بعد كده ما فيش كلام، كما قالوا أخواتنا المصريين نقدم لهم تحية في هذا الفيديو لأنني أعلم أنه هنالك مصريين، وطبعا نقدم لهم تحية ولجميع المشاهدين. يعني بعد كده ما فيش كلام، المنتخب الجزائري لا يستحق لاعب في افريقيا. احنا ما نزيطوش كما احنا نقولوا وبدو نفتخروا هكذا المنتخب الجزائري افتخار كبير حتى ضربنا بالعين. لا، الحمد لله احنا بفضل الناخب الوطني جمال برمضي وصلنا الى هذه المرحله، ونتمنى ان نواصل في سلسله الانتصارات وما نخسروش ولا مباراه. ونتمنى اعزائي المشاهدين ان لا يصيب اي لاعب، صراحه هذا الشيء الذي يتخوف منه معظم مدربي العالم. نتمنى ما يصيبش حتى لاعب، خاصه ان مباراه بوتسوانا كانت مباراه خشنه، جاوا باش يصيبوا اللاعبين المنتخب الجزائري. والحمد لله فات سلامات وربحنا، ونتمنى في المباراه التي ستلعب مع الجزائر ضد زيمبابوي نتمنى ايضا الفوز في هذه، ونتاهل رسميا الى كان 2021 بدوله الكاميرون. صراحه اعزائي المشاهدين، ما رايكم حول هذا التصريح؟ انا اجده في القمه، وتصريح يعني يستاهل مليون اشاده. صراحة أعزائي المشاهدين، اهبطوا جميعكم إلى أسفل الفيديو، أعطونا آراءكم وتعليقاتكم حول هذا التقرير وحول هذا التصريح الذي صرح به أرسن فينجر. طبعا دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.